بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 23. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. هذا رد على الأشاعرة والماتوريدية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في نفسه، وهذا القرآن الذي معنا حكاية عن كلام الله، حكاية عن هذا المعنى القائم بنفس الرب، أو عبارة عنه، كذا يقولون. وهذا باطل باطل باطل، لأن الله أخبر أن القرآن كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلامه، كلام الله عز وجل. فهذا القرآن هو كلام الله، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى، فهو كلامه لفظه ومعناه. وتحدى المشركين والمخالفين أن يأتوا بمثله، يعني يأتوا بمثل ما في نفس الله، فما يعلمون هذا الذي في نفس الله، ما يعلمون، وإنما يأتون بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولم يقل أن يأتوا بمثل ما في نفس الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا. فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، يلزم عليه ذلك أن هذا الكلام ليس كلام الله، وإنما هو كلام خلقه في جبريل، أو خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، مراوغات والعياذ بالله لا يصيغها عقل ولا دين. فالواجب أن يقف على قوله تعالى كلام الله، هذا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، أن القرآن كلام الله منزل منه بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدا، من الله سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن عند قيام الساعة، يرفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، ولا يبقى له وجود في الأرض. نعم. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. اي نعم، الأشاعرة بهذا المعنى أكثر من المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون هذا القرآن مخلوق، ولم يراوغوا ويقولون القرآن عبارة، كلام الله عبارة عن المعنى القائم في نفسه، وهذا القرآن حكاية أو عبارة عما في نفس الله عز وجل. نعم. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء
مثله وشبهه. إيه نعم، يقولون حكاية عن كلام الله، حكاية معناه أنه مثل كلام الله. وهل الله جل وعلا، هل كلام الله يمكن أن يأتي أحد بمثله؟ جبريل يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله؟ لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم. وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه يعني يلزمهم ذلك، إذا كان القرآن حكاية فيلزم على هذا أن جميع صفات الله محكية وليست حقيقة. نعم. وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ بل هو كلام الله، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكون التالي في زعمهم، ويقول ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. نعم. وليس القرآن إلا سورا مسورة، وليس القرآن إلا سورا مسورة إلا سورا، والسور من السور وهو الإحاطة والحفظ. كلام الله مسور يعني محفوظ في سور منزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ، لا أحد يستطيع أن يحاكيه، لا جبريل ولا محمد ولا غيره. نعم. وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. أي نعم، يتلوه صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هو كلام الله، كلام الله في هذه الصحف مكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف ومتلو بالألسنة، هو كلام الله جل وعلا. نعم. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تحداهم الله أولا، قال فليأتوا بمثل القرآن، بمثل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا من يساعدكم من من تأوون إليه ومشايخكم وعلماءكم، ادعوا من يساعدكم، وأتوا بعشر سور من هذا القرآن. فعجزوا عن ذلك، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، عجزوا عن ذلك، دل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو، أي هذا القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظونه في صدورهم ويقرؤونه بألسنتهم ويكتبونه في صحائفهم، فهو كلام الله أينما وجد، فهو كلام الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. أي نعم، هذا القرآن في صحف مكرمة، يعني مصحف مرفوع قدرها ومكانتها، مطهرة من الدس ومن المحاولات. هذا القرآن محفوظ، قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله قد حفظه، لم يغير ولم يبدل كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، هذه استحفظ الله عليها علماء بني إسرائيل فحرفوها وغيروها، أما القرآن فإن الله لم يعهد بحفظه إلى أحد، بل
هو تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون. رغم عداوة الكفار والمنافقين وما قدروا أن يأتوا بسورة من مثله. نعم. ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه 10 حسنات. نعم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها كما في الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم 3 حروف. السور أحيانا تبدأ بحرف واحد مثل قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، نون والقلم وما يسطرون، وتارة تبدأ السورة بحرفين مثل طه وياسين، وتارة تبدأ ب3 حروف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، 3 حروف. نعم. وهو المحفوظ في صدور الحافظين. هو المحفوظ، القرآن هو المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، المتلو بالألسنة. نعم. وهو المحفوظ في صدور الحافظين، المسموع من ألسن التالين. نعم. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى. اسم للنظم والمعنى. نعم. وكذا قال غيره من أهل الأصول. نعم. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رج. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه. نعم، ما يمكن أن يقرأ القرآن بأي لغة لأنه معجز، ولا يمكن أن تأتي بحروف مثل حروف القرآن، ما يمكن هذا. إنما معانيه وتفسيره يمكن يترجم، ترجمة معاني القرآن الكريم. ما قالوا ترجمة القرآن الكريم لأنه ما يستطاع، لكن قالوا ترجمة معاني القرآن الكريم يعني التفسير. نعم. وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. أبو حنيفة يعني: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وما أحد يعجز عن قراءة القرآن باللفظ العربي، هذا من معجزات القرآن. شوف الأعجمي اللي ما ينطق كلمة عربية يقرأ القرآن من أحسن شيء ولا يتكلم بالعربية، هذا من معجزات القرآن. نعم. الأعاجم يحفظونه ويقرؤونه كما هو، سهله الله عليهم ويسره لهم. نعم. وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. نعم، ما يمكن يؤتى بألفاظ تشبه ألفاظ القرآن، هذا مستحيل. نعم. وقوله: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. أي نعم، من سمع القرآن وقال إنه كلام البشر يعني كلام محمد صلى الله عليه وسلم، من قال هذا فقد كفر، كفر كفرا أكبر، لأنه أنكر أن يكون القرآن كلام الله. نعم. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. أي نعم. بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من الخلق،
ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. نعم. وأولئك الذين استزلهم الشيطان. إن هذا إلا قول البشر. الوليد بن المغيرة الأول أعجبه القرآن ومدحه، فقال له قومه أنت تغيرت وأنت جئت بوجه غير الذي ذهبت من عندنا به، وهو أن القرآن ما هو كلام الله، أنت الآن تقول إنه كلام الله. فانحرف الرجل وقال إن هذا إلا قول البشر، يريد أن يرضيهم. نعم. وأولئك الذين استزلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيطان. وأدبر واستكبر وقال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. قال بعض الكفار أنا أكفيكم منهم مثلا 18، يبقى واحد ما انتم عاجزين عنه. قال الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم بشر، ملائكة. والملك لا يمكن أن أحد من البشر يغالبه. ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم، يعني 19، إلا فتنة للذين كفروا، كما قال هذا الفاجر أنا أكفيكم منهم كذا وكذا، أنتم اكفوني الباقي، يعني تقدر على مصارعة الملك؟ تقدر على ذلك. نعم. وأولئك الذين استزلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. إن شاء الله تعالى. وقوله لا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حديثا لقوم يعقلون، فلا أحسن من كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا أي قولا. نعم. من أصدق، من أحسن، ما أحد ادعى أنه أحسن وأنه سكتوا. نعم. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وهو مستضعف في مكة ومضيق عليه، ومع هذا أتى بهذا التحدي، فدل على أنه من عند الله عز وجل وليس من عنده. هذا التحدي من عند الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. تحداهم أن يأتوا بمثله أولا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله فعجزوا، دل على أنه كلام الله. نعم. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. أي نعم. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. لا شك أنه من عند الله، لأنهم عجزوا كلهم، بل الإنس والجن عجزوا، دل على أنه كلام الله معجز. نعم. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه، لا من جهة لفظه، ما أحد يستطيع يأتي بآية تشبه آية من القرآن، ما أحد استطاع، على كثرة الأعداء والمعارضين ما استطاعوا ذلك. نعم. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه، لا من جهة أحدهما. نعم، من جهة نظمه ومن جهة معناه معجز،
ونظمه بهذا الشكل العجيب أيضا معجز. نعم. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي. هذا مع أنه قرآن عربي، مع أنه بلسان العرب، والعرب فصحى، أفصح الأمم هم العرب، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن. نعم. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين. إيه، لسان غير ذي عوج. نعم. عربي مبين. نعم. بلسان عربي مبين أي باللغة العربية. نعم. فنفي المتشابه من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. كلمة واحدة يمكن يؤتى بمثلها، الكلمة الواحدة، لكن النظم والحروف وما يمكن هذا، لذلك عجزوا مع أنهم معارضون للقرآن ومعارضون للرسول ومنكرون لرسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو رجل أمي، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، نزل عليه هذا القرآن من الله جل وعلا وبلغه، كيف أن رجل أمي يتكلم بهذا القرآن من عنده؟ ما هو ممكن هذا. نعم. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور. نعم، الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد، قاف، ألف لام، ميم، طه، ياسين، حروف مقطعة، بعضها من كلمة مثل قاف، وبعضها من كلمتين، وبعضها من أكثر. هذه الحروف المقطعة إيش معناها؟ كثير من العلماء يقولون هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده، كثير منهم يتوقف يقول الله أعلم بمراده بها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، أي أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف، وقد أعجز العرب الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله، فهو إشارة إلى الإعجاز. هذه الحروف المقطعة إشارة إلى إعجاز القرآن، أي أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بآية أو بسورة أو بمثله. نعم. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، إشارة إلى الإعجاز. إيه نعم. أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور من مثله، مع شدة عداوتهم ومعارضتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والتحدي باقي إلى يوم القيامة، ما أحد يستطيع. نعم. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ أي نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، كل ما يأتي بالحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن بعدها، إشارة إلى أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بمثله. نعم. كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب المكون من هذه الحروف. نعم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
وأنزل التوراة والإنجيل الآية. نعم. وقوله الذي أنزل التوراة والإنجيل اللذين تقولون إنهما من عند الله هو الذي أنزل هذا القرآن. نعم. وقوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كل ما يأتي بالحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن. نعم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نعم. وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء ثلاثة حروف ألف ولام وراء، وجاء بعدها ذكر القرآن. نعم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. نعم. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. نعم. يزعمون أن من وصف الله بصفة قد شباهه بخلقه، السمع والبصر هذا موجود في الله وموجود في المخلوق، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر وهذا موجود في المخلوقين، ثم قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كبصر المخلوق أو سمع المخلوق. نعم. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، وهم يقولون من وصف الله فقد شبهه، رد الله عليهم بنفس الآية التي احتجوا بها. وهكذا ما يحتج مبطل بدليل إلا وفي هذا الدليل ما يرد عليه، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره. ما أحد يستدل بآية على أمر باطل إلا وفي القرآن ما يرد عليه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف. طيب فأتوا بسورة مثله، قل هو الله أحد، هي أخسر سورة. إنا أعطيناك الكوثر هي أخسر سورة، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثلها. نعم. فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. نعم. رحمهما الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار. نعم. أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. نعم. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. هذا المتن طحاوية. نعم. قال الشارح رحمه الله قال الإمام الطحاوي رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ،
نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما. نعم، وهذا عام في جميع الصفات، يوصف الله بها ويوصف بها المخلوق، ولكن مع الفارق بين صفات الخالق والمخلوق. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه، ثم قال وهو السميع البصير، فدل على أن وصف الله بالصفات وبالأسماء لا يقتضي المثلية مع البشر، وإن توافقت في اللفظ وحتى توافقت في المعنى لكن تختلف في الحقيقة والكيفية. نعم، وما أحسن الله سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، ولكن سمع الله وبصره خاص به، وسمع المخلوق وبصر المخلوق خاص به، فلا يتشابهان في الحقيقة والكيفية، وإن تشابها في اللفظ. نعم، وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين. نعم، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. نعم، والمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. المعطل الذي ينفي صفات الله، ينفي أسماء الله وصفاته، هذا معناه أن الله معدوم، فهو يعبد عدما. من تعبد إذا كان ما له أسماء ولا صفات؟ المعدوم هو الذي ليس له أسماء ولا صفات، فهو يعبد عدما. ومن شبه الله بخلقه فهو يعبد صنما، ومن يعبد الله بأسمائه وصفاته فإنه يعبد ربا إلها واحدا صمدا. نعم، والمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. نعم، ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فلا بد أن يتوقع هذين الأمرين، من لم يتوقع ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أي نعم، الذي يعتمد على النفي فقط زل، والذي يعتمد على الإثبات فقط هذا زل، فلا بد أن يجمع بين النفي والإثبات. ليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. نعم، ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قول وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام. نعم، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم، وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. نعم، يلزم عقيدة السلف الصالح وما عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة، يلزم هذا، ولا تذهب إلى قول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول الماتريدية وقول هذه الطوائف. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة، رؤية الله أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، أن أهل الجنة يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، يكرمهم الله بذلك لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه
بل صدقوا الرسل والكتب وآمنوا بالله، واستدلوا على ذلك بهذا الكون الفسيح وهذه المخلوقات. من الذي خلقها؟ من الذي نظمها؟ من الذي يرزقها؟ الأمر واضح في هذا، إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى واضح. انظر في هذه المخلوقات وانتظامها، هذه الأفلاك وجريانها، هذه الأنهار وهذه البحار وهذه المكونات، يعني أوجدت نفسها، لا بد لها من موجد، ما توجد نفسها. الذي أوجدها ما حد ادعى أنه أوجدها إلا الله سبحانه وتعالى، يقول أنا الذي خلقتها، أنا الذي نظمتها، أنا الذي، ولا أحد يعارض الله عز وجل. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله أتوه الملاحدة ليناظروه في الربوبية، فقال لهم قبل أن نتناظر، يقولون إن هناك سفينة تأتي وتحمل نفسها وتذهب وتفضي نفسها. قالوا هذا ما هو ممكن، يقول الملاحدة هذا ما هو ممكن، إن السفينة تحمل نفسها وتنزل الحمل عن نفسها بدون أحد يعمل هذا فيها. قال إذا كان هذا لا يمكن في سفينة، فكيف يمكن في الكون كله؟ هذا الكون من اللي ينظمه؟ من اللي الكون كله ما ينظم نفسه، ما ينظم نفسه بإقرار الجميع، فمن الذي ينظمه؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. الرؤية حق أنهم يرون الله سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم. في الدنيا لا أحد يرى الله، ما يقدر البشر أن يرى الله، ما يقدر البشر أن يرى الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى ربه ربي أرني أنظر إليك، قال انظر إن قال لن تراني ولكن انظر، لن تراني يعني في الدنيا، لأن لن حرف نفي غير مؤبد، ما قال لا تراني، لا تراني، قال لن تراني، ولن هذه للنفي المؤقت، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل، الجبل الصلب صار تراب، طار غبار من عظمة الله سبحانه، وهو جبل صلب، فكيف ببدن الإنسان يستطيع أن يرى الله في هذه الدنيا؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى مغشيا عليه من عظمة الله، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا في حق موسى كليم الله، كيف أحد يرى الله في هذه الدنيا؟ ما أحد يرى الله ولا يستطيع. نعم. لكن في الآخرة يعطيهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم إكراما لهم، أنعم نعيم عندهم رؤية الله، أغلى عليهم من الجنة وما فيها من النعيم رؤية الله جل وعلا. ولهذا حجب الكفار عن رؤيته لما كفروا به في الدنيا، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم عن رؤيته في الآخرة. المؤمنون لما آمنوا به ولم يروه أكرمهم الله برؤيته يوم القيامة. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة هذه؟ رؤية الله جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم أنها رؤية الله. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة على الجنة، ما هي هذه الزيادة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة ولدينا مزيد. المزيد هذا ما هو؟
رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا أغلى عليهم وأحلى عندهم من الجنة كلها. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. أي نعم، من غير إحاطة. أن ترى مثلا الشمس، أن تحيط بها، ما تقدر تحيط بالشمس لكنك تراها، فالرؤية غير الإحاطة، الإحاطة ما يمكن. نعم، ترى الشيء ولا تحيط به. نعم. كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالذات من النظرة والسرور، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة، أي بأبصارها تنظر ربها، هي ناظرة من النظرة وناظرة إلى ربها، الأولى بالضاد والثانية بالضاء. نعم. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال ومعناه على ما أراد. يكفي. نعم، نقف عندها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان صريح قول الأشاعرة في كلام الله هو القول بخلق القرآن، فهل يكفرون بهذا؟ أكثرهم مقلدون، أكثرهم مقلدون. أما من يتعمد، من يتعمد لا يكفر، لكن هم مقلدون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال الشارح رحمه الله: والمشبه يعبد صنما. أي نعم، المشبه يعبد صنما، اللي يشبه الله بخلقه، يقول إن سمعه مثل سمعي وبصره مثل بصري، الممثلة يعني، هذا يعبد صنما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الحديث القدسي مساو في إعجازه بكلام الله تعالى؟ لا لا، ما هو مساو في الإعجاز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول أن الله يصرف العقول عن الإتيان بمثل كلامه سبحانه؟ هذا كلام أهل الباطل، الصرفة، يسمونه الصرفة، يقولون باستطاعة الخلق أن يأتوا بمثل القرآن ولكن الله صرفهم، هذول أهل الصرفة، وهذا قول باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة عن كلام الله تعالى؟ المعتزلة يقولون مخلوق، القرآن مخلوق. الأشاعرة ما يقولون مخلوق، يقولون هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وليس مخلوقا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول أن كلام الله تعالى قديم وأزلي؟ نوع الكلام قديم، أما أفراده فهي محدثة، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني محدث نزوله تكلم الله به، فنوع الكلام قديم، أما أفراده وأنواعه فهي محدثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا رفع القرآن من الأوراق والصدور كيف تكون الصلاة في ذلك الزمن؟ ما في صلاة ولا في ما في صلاة ولا في عبادة ولا في، يتهارجون كتهارج الحمر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المراد بقول الشارح: وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه؟ نعم، واضح، أقول واضح، هذا اللبن الخالص هذا منين يجي؟ من بين فرث ودم، يخرج الله من بين الفرث والدم لبنا خالصا
سائغا للشاربين من بين فرث، هذه قدرة الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كل من يدخل الجنة يرى الله؟ نعم، من يدخل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لهم فيها، كل أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، كل أهل الجنة، ولدينا أي عند الله لهم مزيد، وهي أنه يتجلى لهم ويرونه ويكلمهم ويسلم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل رؤية الله تعالى تكون في الجنة فقط أم أن هناك رؤية عند يقولون يرى في عرصات القيامة قبل دخول الجنة، يرونه في عرصات القيامة قبل الحساب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يرى الناس الله يوم القيامة؟ الناس؟ إيه نعم. ما يراه إلا أهل الجنة، ما هو بالناس، أهل النار ما يرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل رؤية الله تعالى في الجنة يكون مرة واحدة؟ لا، دائما يرون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة ذهبت إلى السحرة ليسحروا لها زوجها سحر عطف حتى يحبها، وقد تم السحر لزوجها بالفعل وهو الآن يحبها حبا شديدا، ويقول تريد أن تتوب، هل تصح توبتها وزوجها في هذه الحالة؟ لازم تأتي من ينقض هذا السحر، ينقض هذا السحر حتى يشفى زوجها، ثم تتوب إلى الله عز وجل. أما أن تتوب وتتركه في السحر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يرى الإنسان الله في المنام؟ يمكن، نعم يمكن، يمكن أن يرى الله في المنام، قد رآه الإمام أحمد في المنام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأشاعرة والخوارج يعتبرون من أهل القبلة؟ هل الأشاعرة والخوارج يعتبرون من أهل القبلة؟ أي نعم، يعتبرون من أهل القبلة، لكن عندهم ضلال فيما اعتقدوه وقالوا به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يصلون، يصلون ويتيممون القبلة، وهم من أهل القبلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يتفاوت أهل الجنة في رؤية الله تعالى؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الطعام الذي يقدمه أهل الميت للذين جاءوهم وزاروهم للتعزية، هل هذا يعد من النياحة؟ إذا زاروهم وصنعوا لهم طعاما فلا بأس، ما هم بالزائرين هم اللي يجيبون الطعام، لا، هل الميت يصنعون لضيوفهم في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل إيه؟ يقول: هل القرآن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كتب بعد ما تكلم الله به و جاء به جبريل إلى محمد، كتب في اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: آحاد البدع هل تكون أعظم من جميع أنواع الكبائر؟ البدع تختلف، منها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، تختلف البدع، هي على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من يقول أننا نحن المسلمون نعاني من مشاكل إيش؟ يقول هناك من يقول أننا نحن المسلمين
إيه المسلمين، ما هي بالمسلمين، منصوب على الاختصاص. نعم. هناك من يقول أننا نحن المسلمين نعاني من مشاكل كثيرة ومن حروب وتفرق، يقول لماذا نختلف في مسائل الاعتقاد كمسألة خلق القرآن؟ يختلفون بحسب معلميهم ومدرسيهم ودعاتهم، هم اللي يضلونهم ويلقنونهم هذه الأشياء. نعم. يقول وهل كذلك قراءة كتبهم أيضا؟ نعم. أحسن الله إليكم. ويقول وهل تتناسب وهل يتناسب الخلاف الآن مع وجود الاختلاف بين المسلمين؟ هل يتناسب ذكر الخلاف في مسائل العقيدة مع اختلاف المسلمين؟ لابد من بيان الضلال من الحق، ولابد من شرح العقيدة. ما نسكت ونقول خلوا الناس يتحدون وخلونا، ما يصلح هذا. لابد من البيان، ولابد من الشرح، لابد من التعليم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل أهل الجنة يرون الله تعالى في كل يوم جمعة؟ يزورونه في كل يوم جمعة. نعم، يزورون الله جل وعلا ويتجلى لهم ويكلمهم ويكرمهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول الصابئة الحنفاء لماذا سموا بالصابئة؟ اسمهم كذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يصح عن أبي حنيفة أنه قال بخلق القرآن؟ نعوذ بالله، كرم الله أبا حنيفة من هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أبو حنيفة هو من أوائل أئمة أهل السنة، هو أقدم الأئمة الأربعة، يقال إنه أدرك التابعين، وبعضهم يقول أدرك بعض الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل الأفضل للمسلم في بلاد يكثر فيها الشرك أن يهاجر إلى بلاد المسلمين أم يبقى لأجل الدعوة إلى الله؟ إذا كان يدعو إلى الله وينفع الله به يبقى، وإما إذا كان مسكت ومسالم ولا يجوز يبقى، يهاجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم أكل الحلويات التي طبخت في عيد من أعياد الكفار؟ لا يجوز أكل ما صنع لعيدهم، ما صنع لعيدهم من طعام أو غيره لا يجوز أكله، لأن هذا معناه تشجيعهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بعضهم إن الإسلام لا يدعو إلى خلط مبادئ الأديان المختلفة. يقول بعضهم إن الإسلام لا يدعو إلى خلط مبادئ الأديان المختلفة، بل يدعو إلى الصداقة الإنسانية التي تتجاوز الحواجز بين أتباع الأديان المختلفة. لا بد من الولاء والبراء، الولاء والبراء لا بد منه، أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أحب في الله وأبغض في الله، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. لا بد من الولاء والبراء، يعني الناس يكونون عندك سواء؟ لا، ما يجوز هذا. توالي أولياء الله وتحبهم وتناصرهم وتعادي أعداء الله وتقاطعهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما حكم تسمية الأولاد بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل؟ ما يجوز هذا، ما يجوز تسميتهم. جبريل سمون جبريل الآن، لا بأس تسمية الأنبياء وتسمية الملائكة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا لكن المرأة ما تسمى ملاك، ما تسمى ملاك، لأن هذا اسم الملك، المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي في مصلى الجامعة أو العمل، أو يجب أن أخرج بالسيارة إلى المسجد؟ صل مع زملائك، والحمد لله، صل مع زملائك في المصلى والحمد لله، لأجل تحافظ على دروسك وعلى حضورك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الأذان؟ لم يرد هذا، ما ورد أنه يرفع يديه بعد الأذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وزع أبي أمواله على إخوتنا ولم يعطنا شيئا، ثم توفي الوالد وطلبنا حقوقنا من إخوتنا، فقالوا هذا من والدنا، فهل يجوز ذلك؟ روحوا للقاضي وارفعوا الدعوة هذه، ينظر القاضي فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التورك في التشهد الأخير يكون في صلاة النافلة؟ كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه، كما قال ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة مع وجود رائحة النجاسة في اليد أو الثوب؟ وجود رائحتها يدل على بقائها، لا بد من الغسل حتى تزول الرائحة. نعم، يزول اللون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: دخلت في صلاة الجماعة في صلاة الظهر، وكان الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم بعد التشهد في الركعة الرابعة سهى الإمام فقام إلى الخامسة، فقمت معه وسجدت للسهو معه وسلمت معه. لا، تجيب الركعة الفائتة الزائدة لا يعتد بها، الزائدة لا يعتد بها، ليست من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح لي أن أؤخر الصلاة إلى أن أؤخر الصلاة فأصلي في نية جماعة قريبا من المسجد هنا؟ هل يجوز؟ يقول: هل يجوز لي أن أؤخر الصلاة فأصلي في جماعة قريبة من هذا المسجد؟ صل مع المسلمين في المسجد ولا تؤخر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ العلم ممن ثبت عليه الكذب؟ نعم. يقول: هل يؤخذ العلم ممن ثبت عنه الكذب؟ الكذب في أي شيء؟ الكذب في العلم ولا الكذب في غير العلم؟ إن كان يكذب في العلم فلا يؤخذ عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الراجح في قراءة المأموم خلف إمامه؟ الراجح أنه في السريات يقرأ خلف إمامه، أما إذا جهر فإنه يستمع، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الإكثار من قراءة كتب الفلسفة؟ لا يجوز هذه ضلال، لا يجوز تقرأ فيها ولا لك مصلحة منها، تشوش عليك أو تعجب بشيء منها، ابتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما العمر المناسب للطفل لتدريبه على صيام رمضان؟ من العاشرة وما بعد، ما يقدر، إن كان فيه قدرة من السبع أمر بذلك، يدرب على الصيام، مرهم أولادكم بالصلاة لسبع، إذا كان يقدر على الصيام يدرب عليه للسابعة، ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من قرأ القرآن دون تدبر هل ينال أجر القراءة ومضاعفة الحسنات؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من يقول أن القرآن لا يناسب تطور هذا الزمن؟ يقول: من يقول أن القرآن لا يناسب تطور هذا الزمن؟ هذا ما يقوله مسلم،
ما يقوله إلا ملحد كافر. نعم، القرآن صالح لكل زمان ومكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم وضع البودرة، يقول، على الأفخاذ في الإحرام؟ لا بأس بذلك، إذا كان يحتاج إليها فلا بأس. نعم. بعضها معطرة يا شيخ. بعضها معطرة. المعطر لا، معطر لا البودرة ولا غيرها ما يضع، لكن إذا كان ما فيها رائحة طيب ويحتاج إليها ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يكون الإلحاد في أسماء الله تعالى؟ أن تفسر بغير تفسيرها، تفسر بغير معناها الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن الحروف المقطعة في أوائل السور إذا وصلت كانت من أسماء الله تعالى؟ ما قال هذا أحد فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التسمي بآية؟ إيش؟ يقول: ما حكم التسمي بآية؟ يعني اسمها آية؟ نعم. ما في مانع، ما في مانع. أو قصركم الشيعة اللي يقولون آية الله؟ هذا لقب عند الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الضابط في هجر المبتدع الذي عنده شبهات؟ هجر المبتدع إذا كان يرتدع بهجره يهجر، بعدما ينهى عن البدعة ولا يمتثل يهجر، لعله أن يترك البدعة. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا فلا يهجر، لكن يناصح، يستمر في نصيحته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة قبل تمام الحول؟ يجوز تعجيل الزكاة لسنتين، كما استعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدي أكبر مسجد فيه يوجد بجواره قبر، يقول: في بلدي أكبر مسجد فيه يوجد بجواره قبر، ولكن له باب يطل على داخل المسجد، يقول: فهل تجوز الصلاة فيه؟ لا، إذا كان له باب على المسجد، القبر له باب على المسجد، فلا يجوز الصلاة فيه، لأنه مبني على قبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول القائل: أشهد الله وملائكته؟ لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب الأذان للصلاة المفروضة في البر؟ إذا كانوا جماعة نعم، وإن كان واحد يستحب له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل اليمين الغموس له، هل اليمين الغموس لها توبة؟ ما هنا شيء ما له توبة، كل الذنوب لها توبة، حتى الكفر والشرك له توبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لابد في غسل اليدين في الوضوء، يقول، من دلكها؟ الدلك سنة، وجريان الماء على العضو هذا واجب، ما يبقى شيء من العضو لا يصل إليه الماء، أما دلكه فهو سنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن راق من أقاربها، تقول: طريقة رقيته بالقرآن والأدعية، وتقول عنده أعشاب مجربة في علاج السحر، يعطيها للمريض فيشربها مع الماء، وتقول ويحصل له الاستفراغ بعد ذلك ويشفى. ما أدري عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول ابحثوا عن الله في بطون الجياع؟ يقول: ما حكم قول بعضهم ابحثوا عن الله
في بطون الجياع. يبحثوا إيه؟ عن الله. عن الله؟ نعم. تعالى الله عن ذلك. هذا حلولي، هذا كلام الحلولية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم يقول الصلاة خلف إمام يطعن في علماء هذا البلد؟ انصحوه، انصحوه، بينوا له لا تجوز الغيبة عموما، فكيف الغيبة للعلماء؟ ما تجوز، هذا حرام عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز العمل في مكان يشغل فيه صاحبه الأغاني؟ يقول: هل يجوز العمل في مكان يشغل فيه صاحبه الأغاني؟ صاحبه، صاحبه الأغاني. نعم. شغل فيه الأغاني؟ لا، ما تحضر في المكان اللي فيه أغاني، ما تحضر في المكان الذي فيه أغاني، لأن هذا منكر. إذا حضرت فيه ولم تنكر أقررت المنكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من جماعة المسجد يقول: مريض لا يستطيع الركوع والسجود ولكن يستطيع الوقوف والمشي، وعند الصلاة يقف في الركعة الأولى فقط ويجلس في بقية الركعات، فهل يجوز فعله هذا؟ إذا كان يعجز عن القيام في الصلاة كلها فلا بأس أن يستريح، يستريح في بعضها إذا كان يحتاج إلى الراحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للشرك الأكبر مراتب؟ الشرك الأكبر سواء، كله سواء، كفر بالله، خروج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الخوض في مسائل القضاء والقدر مع الجهل؟ لا يجوز هذا، حتى للعالم ما يخوض في القضاء والقدر، لكن يؤمن، يؤمن بالقضاء والقدر، هذا من أركان الإيمان، أما الخوض فيه فيمسك عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من ينفي القدر هل يبدع أم يكفر؟ إذا تعمد هذا يكفر، أما إذا كان جاهل فإنه يبين له إن هذا إنكار لركن من أركان الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من يقول يقول بعقيدة الاستيلاء بدل الاستواء على العرش، يقول: هل يكفر بهذا؟ الله ما استولى إلا على العرش، الله مستولي على كل شيء سبحانه وتعالى، ما هو فقط العرش، هذا تأويل للاستواء ولا يجوز. نعم. استواء، استوى يعني ارتفع وعلى واستقر، قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها ولهم عبارات عليها أربع: قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعذر أحد في الشرك الأكبر؟ لا، ما يعذر الشرك الأكبر، ما يعذر والعياذ بالله، الشرك الأكبر مخرج من الملة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.